الفم الغير سليم يعني جسم غير سليم 100%. ففي غذاء معين يكون هو المرض وفي غذاء معين يكون هو الدواء. شو هالعلاقة ما بين الأسنان والجسم؟ طبيب الأسنان هو الطبيب الأول اللي يحدد لك كيف وضعك بشكل عام. لثة بتنزف معناها شرايين مريضة. سوس الأسنان مش الشغل إن أنا بفرشي أو بفرشيش، مش هذا هو السبب الأساسي. الفم بيصير كمؤشر على وجود أمراض معينة في الجسم.